السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود سكيت هنا. طبعا يا شباب اليوم راح نسوي مقطع لكن ما راح اكون في الحالي مقطع سكيت. مستعدين؟ 1 2 3 نبدأ المقطع. راح اشرح لكم فكرة المقطع. راح نسوي تحديات بالسكيت لكن عشان نقدر نكمل المقطع هذا مع بعض راح اتحداكم على عدد لايكات معين. مونا راح اتحداكم. دحين نشوفهم. اتحداكم تسووا 20,000 لايك. If you're new to this channel, click the subscribe button. والحين حنبدأ بالتحدي الاول. منجود دحين حنحط 50 ريال تحت كول من هذول كله. على 1 2 3 طبعاً هذه تجربة حنعيدها مرة ثانية. أقول لك دخلها على طول في جيب. طبعاً يا شباب خلاص هو ربح 50. مبروك 50. لما تبغى تصور وتحط 50 تقول له خذها أول الكاميرا. صح هذا أخوك صح؟ أخوك اللي شاله. خلاص حتشوف حيروح البيت وحيعزمك بال50. يا شباب دحين راح نسوي لهم تحدي سبيد. ابغى اشوف مين اسرع واحد فيهم. التحدي كالتالي: بسوي لهم لاينين، كل لاين فيه 10 كونزات، اسرع واحد راح يقدر يجيبها كامل راح يفوز. اللي طيح كونستين راح استبعد من التحدي. اوكي يلا خلونا نبدا. لاين سيت جو. طبعا في الجولة الأولى فازت رويا جاد كوراكان. اوكي جو. ناتالي. الفاينل حيكون بين راكان وناتالي. طبعا راكان عشان اكبر بالعمر راح يكون 1 فود برجل واحده وناتالي راح تكون 2 فود. اوكي يلا سيت جو. ول 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 ول. والحين يا شباب خلصت التحديات اللي كانت مع الطلاب اللي قاعد ادربهم. دحين هندخل في رتم ثاني حيسووا لي هم تحديات. اول تحدي بيسويه راكان. انا ما ادري شو التحدي بالضبط. راكان راح يشرح لكم اياه. طبعا التحدي هو انه ابني هرم بهذه الكونزات كلها ونشوف اذا جوده حيقدر ولا لا. بس انا ما اعتقد. نشوف ايش تبغى نسوي فيها. انقز لفوق طبعا. وين راكان؟ سهل التحدي. يبغى اقوى من كذا. انا اوريك نحط لك حاجه الحين. احنا ما بنقول كل الجودة. والله ما حيجي. يلا. ما حيجي صدقني. انا انا
الاثنين تحدوني على 3 كراسي اوكي؟ والحركة مرة ماني داير اقدر اسويها ولا لا؟ شوف هذاك توقع يسويها؟ انا لسويت يا شباب لسويتها كلكم تسووا ضغط موافقين؟ ايوه اوكي واحده طبعا انا اتحداهم كلهم لو سويتها يسووا ضغط اوكي سوي سلايد الحين كفر واحد نشوف انت ولا توقع يزبطها ولا يطيح والله ما ادري عشان سوى اللي قبلها كل اللي تحدث فيه سواه دحين يعني ما متحمس يعني خلاص يلا شوف نشوف هذه بروفا بروفا المقطع راح اعطيكم فقره التعليم اليوم راح نتعلم حركه اسمها كريزي من قبل اللي تفرج الفيديوهات اللي قبل في حركه اسمها الاكس شرحت لكم اياها اليوم حنسوي كريزي كريزي عباره عن اكس قدام اكس ورا لكن في طريقه معينه راح تقدر تسويها ان شاء الله اعطيكم اياها طبعا يا شباب الحركه دي عباره عن حركتين في بعض اكس امامي واكس خلفي لكن كيف راح نسويها طبعا زي ما شايفين سووا هذا الاكس الحين راح اوريكم التكنيك اللي راح يخلي الحركه كريزي اوكي التكنيك راح يلف الجهه هناك وجه غيره على الكاميرا برافو شوف كيف لف طيب ارجع اكس باك حيسوي اكس ثاني على ورا حيوقف يلا ستوب ستوب التكنيك من جديد اوكي 1 2 3 يلا لف شوف التكنيك كيف لف جسمه يلا عكس لف عكس برافو لف اوكي دحين هشرح لكم اياها انا ثاني مره بطريقه ابسط راح اوريكم الاكسين وايش بينهم من حركه اوكي شوف اسوي اكس زي كذا حوقف بالرجلين كذا اوكي خلوه زي كذا ارجع اسوي اكس باك اوكي عدي كذا ولا تبي تسوي شيء ثاني؟ كذا يا شباب وصلنا لآخر المقطع لو عجبك المقطع حطوا ديسلايك لا إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك ونبغى نوصل هذا المقطع 20,000 لايك